الثانوية نعم ضروري جدا. طبعا لا هو الطلاب بلاش بيحسوا الفيزياء شوي معقدة شوي يمكن لأنه ما في ربط يعني حضرتك هلأ عم تحكي بجوز لأنه يمكن نحن كلنا يمكن كنا نعاني من الفيزياء بسبب عدم الربط ما بين الحديث النظري اللي حضرتك عم تحكي والواقع. يعني دائما أنا بيكون عندي مشكلة بين أنه أنا كيف بدي أتهيأ أو كيف بدي هيك أتخيل هذا الحديث اللي حضرتك عم تحكي على أرض الواقع. هي مشكلة أساسية عن طلاب الفيزياء. صحيح صحيح. هلأ هو العلم النظري في الفيزياء النظرية لكن آلية الطرح هي الرياضيات التجريبية تسمى الرياضيات التجريبية أو الفيزياء النظرية. عرفتي كيف؟ يعني هذا الموضوع بده شوية ثقة بالنفس شوية. طبعا أكيد الطالب بده يكون محترف لغة عربية محترف في توصيف الجملة. يعني مثلا إذا أعطيته مثلا صفة معينة موجودة بالطبيعة وصف لي إياها بشكل دقيق تمام توصيف حرفي دقيق يعني بكامل التصنيفات اللغوية استعارة التصريحية استعارة المكنية التورية. هون اللغة كتير مهمة مهمة جدا مهمة جدا. أنا أقدر برمجة لهذه اللغة مهمة جدا بتوصيف الحالة الفيزيائية تمام. بعدين بلش علمه كيف يترجم للغة الرياضيات للرموز تمام. ويكتشف لحاله بأنه الكلام اللغوي عبارة عن رموز رياضيات. صحيح صحيح هو رموز رياضيات. يعني بدل ما نقول الطاقة هي كذا الطاقة مكتبة إبسيلون هي يعني يساوي الى اخره. عرفتي كيف؟ طبعا هذا الشيء اللي بيخليهم انه يعني يكتشفوا علم عميق وفيهم يعملوا ابحاث فيه. فانك تكتشف علم عميق صحيح. بيخلي العلماء يهربوا او الطلاب يهربوا طلاب يهربوا من هذا العلم. يعني الامان الفيزياء هي اصعب من الرياضيات بكثير مطارح. الرياضيات انت قادر انك تفهمها من خلال المعادلات الموجوده تماما. ولكن مثل ما حكيت نقطه كثير مهمه انه الفيزياء بدها توصيف لغوي بالاول تماما. بعدين لحتى انتقل للمرحله الثانيه اللي هي مرحله الرياضيات صحيح. اللي انا ببلش فيها بالشغلات اللي انا بفهمها. معناها هون في مشكله عند الطلاب عندنا كلنا نحن هي كيف انا ممكن افهم او انا اوصف بشكل صح. برايك احنا عم نتعامل مع الفيزياء بطريقه غلط؟ لا هلا سؤال كثير مهم جدا. الموضوع لازم توجيه الطالب لمعرفة أهمية ما يقرأ. يعني مثلا كتاب رياضيات البكالوريا تمام. من أرقى الكتب التي يمكن الطالب لا يعرف أهميتها طبعا صح. التابع الاحتمالي هو نفسه التابع الموجي يذهب إلى مثلا بيسجل فيزياء بالجامعة ولا بيعرف أنه التابع الموجي الويب ساي أصله هو التابع الاحتمالي موجود بآخر مسألة بالرياضيات الجزء الخاص بالاحتمالات. يمكن بسبب أنه نحن ما عم نقدر أنه المواد النظرية عم ناخدها ما عم نقدر نحن نسقطها على أرض الواقع. هون يمكن ضخامة المنهج رح تلعب دور. مثلا أنا الطالب بيكون بدي بس لحتى أنا أخذ العلامة أخذ علامي. تماما. بالإضافة لأنه بالفعل في كتير مواد يعني أنا ممكن طالب في قادر أنه يركز على الرياضيات إذا هيك كل وقته للرياضيات رح تروح وقت الفيزياء والكيمياء والعلوم وإلى آخره. تماما. فهون كتير مهم نركز على أن ربط مثل ما حكيت حضرتك تابع الاحتمالي هو نفسه التابع الموجود. قد ايه مهم نحن نركز على هيدي المواد؟ لا ضروري جدا طبعا. عرفتي كيف؟ يعني الأساتذة طبعا حملناه الأساتذة كتير صحيح. بس أنه القضية أنه محاولة قدر المستطاع حتى من أساتذة الجامعة في السنة الأولى تذكير الطلاب بالمعادلات اللي أخذوها بالبكالوريا. يعني أنه معادلة مهمة جدا مثلا كثير لازم نرجع للبدايات. يعني دائما دائما بحقيبتي في عندي كتاب صف الثامن والتاسع والعاشر الفيزياء والرياضيات فيها أساسيات العلوم. المشكلة بالباحثين بيتأخروا بالأبحاث أحيانا مثلا بيكون واحد كثير عبقري لكن بيتأخر ببحثه. شو السبب؟ بيهتم بالكتب العميقة وبينسى يرجع للثانوي. أساسيات العلوم موجودة بالثانوي بالإعدادي. يعني طالب صف الثامن ما يقرأ شيء مهم جدا ما بيعرف صحيح. فلازم ينذكروا للطالب الجامعي إرجاع على الإعدادي والثانوي لأنه فيها كتير أشياء مهمة. يعني الحقل الكهربائي والمغناطيسي هلا شفتيني حكيت وتناقشنا ومختصاصك يمكن يكون فيزياء او مختصاصك بحقل الكمومي لحالك كشفتي انه الفوتون نتيجته هيك فالبدايه لازم تكون نفس الشيء بهذا السبب. فتذكير الطلاب لسه بالجامعه تذكيرهم بالامور الاعداديه والثانويه لانها كثير كثير مهمه. بالتالي فينا نفهم بسهوله وفينا نحب البحث العلمي اكثر. فينا نتذكر احيانا الطالب يكون نسيان كثير شغله صحيح. بس يتذكر بصير يحب العلم
بدل ما يفوت على الجامعة فقط لهدف الوظيفة بيصير يحاول يكتشف باحث فقط تحريض تحريض على الاكتشاف من خلال بعض الكلمات يعني كل شيء موجود. يمكن احنا طلاب طلاب المدرسة او حتى نوصل على الجامعة اكثر شيء بنخاف بسبب الصدمة اللي بناخذها من الفيزياء بالصف السابع، يمكن هو الاساس هون. احنا لازم نخفف شوي لطلاب نعطيها يمكن بطريقة مختلفة بظن الفيزياء وللرياضيات لحتى نحن نوصل بطريقة صحيحة نفهم الفيزياء أكثر، لأنه يمكن نحن عم نفهم الفيزياء غلط. أنا بظن هلا المشكلة بأنه عملية تفهيم الطالب يعني الأستاذ بيشوف صعوبة إما أنه يفهموا الفكرة لأول مرة صحيح. موجودة عنده وبعدين كيف بده ياخذ العلامة صحيح وبعدين أنه بحث بعدين بحث عملية البحث بدك تشوفي طالب مميز بدك تشوفي طالب جدا مميز لحتى تخبريه أنه أنت بتعرف الشغلة شو رأيك أنه تعرف الشغلة هاي لحاله بينجر أنه بيسأل أسئلة معينة بتكتشفي أنه هذا باحث فبتعطيه من وقتك تحسي حالك عم تنتجي عم تصنعي باحث بهذا الشكل. الجامعيين الاهتمام لازم يكون أكثر يعني يعني الأستاذ الجامعي لحاله لازم يشوف إذا في طالب كتير مهتم يطلبه لعنده على المكتب صحيح يناقشوا بعض الأمور يمكن نصنع منه باحث. عرفتي كيف؟ يعني المدرس مهمة كتير صعبة وعظيمة صحيح. طبعا هي مهمة مو صحيح. أي من مكان فيه إنه نحمله هالمسؤولية الكبيرة عرفتي كيف؟ فهي مسؤولية كتير كبيرة ما في داعي يعني نحمل أساتذة كتير نحكي لهم شو فيك تقدر أكيد. تقدر أكيد. اللي بيصنع له الفخر صحيح. أما اللي ما بيقدر بشري إلى حد معين أكيد بالنهاية كل حد عنده طاقة معينة. كلمة أخيرة أستاذ حسام بخصوص المشروع طبعا إن شاء الله يا رب توصل إن شاء الله يا رب اعتماده بوزارة التربية واعتماده من قبل وزارة التعليم العالي منشوف هيدا المختبر للاستفادة العظمى من هيدي المعادلة. طبعا هيدي المعادلة أتمنى من جامعة تشرين تعاون أقصى درجة طبعا حاليا الكتاب عند الأمين المساعد للجامعة أتمنى الاستطاعة دخول المخابر ووجود فريق علمي أكون طالبا عندهم لا أكون رئيس هذا الفريق العلمي. طبعا لحتى أستطيع يعني نصنع بهذا الجهاز اللي هو العلاقة بالسقالة يعني هذا الجهاز اللي له أهمية كتير كبيرة مهمة وطنية جدا كبيرة يعني توليد الكهرباء بشكل مجاني أو صناعة هذا المشروع الكمومي المختبر الكمومي السوري جدا مهم وبيفيد كتير وبيخلي الباحثين يفهموا الأمور العلمية أكثر وبيخليهم يحكموا أبحاثهم قبل ما يبعثوها على التحكيم العالمي متحكمين سيميوليشن بحثك دقيق ممكن يكون أدق وياخد صور من المختبر يوضعها إضافة على أبحاثه. طبعا كمان بتمنى الإسراع بهذا المشروع بشكل كبير. شكري وزارة التربية اللي قبلت المشروع وتبنت المشروع اللي حاليا عند خبير وزارة التربية حاليا طبعا الأستاذ باسل سلطان اللي هو خبير وزارة التربية اللي استطاع تحقيق إنجاز كبير مع الفريق الوطني علوم الفضاء وفيزياء الفلك طبعا هو أكثر الفرق العلمية تنظيما في العالم طبعا يستطيع أن يأخذ كل الجوائز العالمية لكن لم يستطع الحصول إلا لجوائز قليلة. السبب أنه انصدموا بأسئلة فلكية عميقة لا يستطيع إجابة عنها إلا علم الحقل الكمومي طبعا هذا مساعدتك معناها رح ياخذ طبعا فالمشروع هذا وضعته وزارة التربية من 5 أشهر حلو. طبعا من الضروري جدا إذا أردت أن أشكر كل من ساعدني طوال 20 عام الشكر الأساسي الأول لوالدي الذي لولاه لما وصلت لهذا المستوى من البحث الداعم الكبير والأول في أي مكان طبعا لأمي وأصدقائي وزوجتي التي تدعمني بشكل دائم شكر كبير للمهندسين الذين شاركوني طبعا المهندس أسامة خدام معروف متوج الشكر الكبير للراحل العظيم دكتور نصور الذي حكم بحثي في البداية وقبل أن يحكم عالميا ودعمه طبعا وقدم بطاقة توصية أو ريكومنديشن الدكتور يحيى سليمان عظيمين راحلين يعني فأتمنى من الجميع ما يقدر يستطيع المساعدة للطالب حسام مقصود بجاهز وأتمنى المساعدة لأقصى درجة لأن المشروع وطني ومهم جدا. أكيد نحن بدنا نتشكرك نتمنى لك التوفيق بهيدا المشروع بالفعل مشروع مهم للاستخدامات اللي ذكرناها وذكرتها حضرتك نتمنى لك التوفيق بالفعل مثل ما ذكرت تعاون كل الجهات المعنية بهيدا الموضوع. يعطيك ألف عافية الأستاذ حسام مقصود شكرا لحضرتك. شكرا كثير لك يا تيمان.